ومن وقت لآخر تضيق خيارات الميليشيا في الحصول على موارد مالية جديدة، وهو الأمر الذي دفعها لاستحداث منافذ ونقاط جمركية جديدة للحصول على إيرادات. البلد الذي يعاني من أزمات معيشية صعبة مهدد بتضاعف الأزمة نتيجة العواقب المرتبطة بقرار إنشاء منافذ جمركية جديدة وتحصيل رسوم على الواردات الغذائية، قرار من المتوقع أن يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي بالبلاد ككل، نتيجة ما قد يسببه ذلك من زيادة رفع لأسعار المواد الغذائية وهروب لرأس المال إلى الخارج، وهما سينعكس سلباً على حياة المواطنين. ودون أن تتخذ أي إجراءات عملية، حذرت الحكومة من خطورة استحداث الميليشيا الانقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، حيث تقوم الميليشيا باحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الأساسية، مشيرة إلى أن ذلك قد يساهم في تردي الوضع الإنساني. إجراءات الميليشيا الأخيرة دعت خبراء اقتصاديين إلى التحذير من خطورة استحداث الميليشيا لمنافذ جمركية جديدة قد تؤدي إلى إفلاس شركات القطاع الخاص وانكماش الاقتصاد الوطني، وتشير إحصاءات عديدة إلى أن ممارسات الميليشيا الاحتكارية قد أدت إلى إفلاس بعض الشركات في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار حالة الإفلاس إذا ما استمرت الميليشيا في فرض سياساتها المنهكة للاقتصاد والضارة بالمواطن اليمني.